في الوقت الذي تتنافس فيه النجمات والفنانات لارتداء أجمل الفساتين والتصاميم من موقعين مشهورين بغية التباهي بإطلالاتهن، وأن فوق السجادة الحمراء لمهرجان مراكش الدولي للفيلم اختارت الفنانتين التوأم صفا وهنا إحياء الملابس التقليدية من خلال ارتداء السراويل المغربية المطرزة القديمة وشرابيل من الصم الأصيل. ونشرت الفنانتان مجموعة من الصور التي ترتديان فيها قفاطين لونها أزرق ملكي مع سراويل بيضاء مطرزة بالطراز الرباطي على مواقع التواصل والفيديوهات انستغرام، وقد ظهرتا بإطلالة مغربية أثارت إعجاب الكثيرين من متابعيهما ومحبيهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وأرفق الفنانتين الصور بتعاليق الرجوع للأصل فضيلة، إطلالتنا البارح على السجادة الحمراء في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش مغربية، السروال واللو مطلوبين ودايرين تمن في السوق، ما كاين محسن من اللباس المغربي الأصيل، قفتان المبرة وسروال طرز الحساب وشربيل الصم. وأشاد الكثيرون بإطلالة التوأم صفاء وهناء على اعتبار أنهما أعادوا إحياء الزي المغربي التقليدي، خاصة السراويل المطرزة التي قل ارتداؤها اليوم وأصبحت حكرا على جداتنا، مشيرين إلى أنها ستعود للفتيات ارتداء هذه السراويل لها من ذكريات وجمال يبرزها عمل الطرازين التقليديين. ويشار إلى أن التوأم صفاء وهناء أصدر فيديو كليب تحت اسم خوكم بمشاركة المغنية الشعبية بعزية، وتتصدر قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في المغرب توندونس، حيث قارب على حصد 1,000,000 مشاهدة في مدة أقل من يومين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.